الأعاصير في الولايات المتحدة. تحتفظ الولايات المتحدة بالمركز الأول كهدف للأعاصير، يضربها حوالي 1200 إعصار سنوياً، تحدث في أي وقت من السنة، لكن حجمها يرتبط باختلاف درجات الحرارة عند حافة التفاف الهواء، وعادة ما تحصل عند اشتباك الهواء البارد الجاف مع الدافئ الرطب. الولايات المتحدة قريبة من المياه الدافئة لخليج المكسيك، بالإضافة أنها معبر للهواء الجاف القادم من جبال روكي، إلى جانب الهواء البارد القادم من النصف الشمالي من البلاد، ما يؤدي إلى خلق ظروف مثالية لتشكل الأعاصير.